من جديد اهلا بحضراتكم. تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلقت محافظه الوادي الجديد امس الاول الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور، والحقيقه انها تجربه مهمه. صحيح دي الدوره الثانيه للملتقى لتصدير تحديدا التمور وتسويق التمور، لكن الحقيقه انه الفقره او الموضوع ده شديد الاهميه، لانه ببساطه بيشير الى واحده من الموارد الطبيعيه الموجوده في مصر، بيشير ايضا الى اهتمام السيد الرئيس ودعمه لزراعه النخيل ودعمه لزراعه محاصيل زراعيه مختلفه من الممكن ان تكون مصادر للدخل القومي في مصر. تمور بالذات في مصر وهذا الكم وهذه الكثافه من الزراعه بدايه ومن التصنيع والتعبئه ثانيا، جعل مصر في مصاف الدول الاولى حول العالم من خلال انتاج هذه التمور. تجربه مهمه للغايه، الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور. واسمحونا نتكلم بمزيد من التفاصيل عن هذا الملتقى وغيره من المهرجانات اللي بتدعم الصناعه الوطنيه من ناحيه، بتدعم الموارد الطبيعيه في مصر من ناحيه، مع ضيفي الكريم الاستاذ طارق الجوهري المنسق العام لمهرجان القاهره الدولي للتمور. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ طارق. اهلا بك يا فندم، واهلا بكل مشاهدي قناه النيل الاخبار اينما كانوا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. مصر عينيها بتتفتح اخيرا على ما تملكه من موارد طبيعيه. مصر ربنا حباها بموارد طبيعية منذ نشأة هذا الوطن، لكن الحقيقة فكرة الانتباه إلى هذه الموارد وأهمية هذه الموارد والتسويق لهذه الموارد ربما هي الفكرة الجديدة، ونحن الآن بصدد يعني قبل الدخول في مسألة التمور التركيز على موارد مصر الطبيعية، كيفية تسويقها، كيفية كمان تصديرها، كيف ترى هذه المبادرات؟ حضرتك في المقدمة قلتي كلام حلو قوي قوي قوي، ودلوقتي بتفتحي أكتر من موضوع وبتحط إيدك على أكتر من نقطة. نعم، يمكن انت قلتي كلمة واحدة مهمة جدا، قلتي التسويق وما تملكه مصر الموارد الطبيعية. برضه بشكل عام حتى لا نغفل الملتقى التسويقي لسيوة الوادي الجديد اللي كان يوم 1 و2 و3 نعم 1 و2 و3 اكتوبر. ده واحد من اهم الملتقيات، ودي الدورة الثانية ليه لهذا الملتقى. نعم، وهذا الملتقى بيعتبر خطوة من الخطوات اللي انا بسميها باستمرار البحث والكشف عن ثروات مصر الخفيه. حضرتك قلتي موارد طبيعيه لمصر. مصر تمتلك من الثروات الطبيعيه وتمتلك من الموارد ما لا تملكه دوله اخرى. نعم. يعني احنا مثلا في التمور احنا الدوله رقم واحد في العالم انتاجا للتمر. معقوله؟ ها، طب من حيث الانتاج. انتاج. ويمكن ده برضو اللي لفت نظر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحسب له هذه النقطه المهمه جدا. عندما قيل له ان مصر الدوله رقم واحد في العالم، مصر انتاجها في السنه اللي فاتت كان 1,800,000 طن. عظيم. في المركز الثاني بعدينا بتيجي ايران 1,300,000 طن. فرق كبير جدا. نعم. فخامه الرئيس سال السؤال الثاني، طب بنصدر قد ايه؟ كانت المفاجاه احنا بنصدر 3% من انتاجنا. 30,000 طن فقط لا غير. سال سؤال ثاني، طب بايه السبب؟ وده السؤال اللي فتح افاق كتير جدا. افاق كتير جدا اتفتحت، ليه ما بنصدرش؟ اكتشفوا او اللي هم كانوا عارفين الناس المسؤولين يعني ان بعض الاصناف المطلوبه للتصدير في العالم ما بتتزرعش في مصر، تحديدا هم صنفين البرحي والمجدول. المجدول ده كده بتدخلنا يا استاذ طارق في عالم التمور سريعا، وانا عايزه مع حضرتك والساده المشاهدين نسمع زميلنا اشرف مبارك، زميلنا في النيل الاخبار كان هناك في الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور، واشرف الحقيقه كان عنده مجموعه من اللقاءات ومجموعه ايضا من الاجابات، وهنرجع بعدها نستأنف حوارنا مع ضيفنا الكريم استاذ طارق الجوهري. النسخة الثانية من ملتقى تمور الوادي تنطلق فعاليتها بمحافظة الوادي الجديد، حيث بدأت الفعاليات بعرض لملكات جمال التمور بأزياء مختلفة تمثل مختلف دول العالم. طبعا نشكر فخامة رئيس الجمهورية على مبادرته العظيمة في زراعة 2.5 مليون شجرة سنة 2016، واللي بدأت المحافظة بالفعل في عمل هذا الإنجاز الكبير ووصلت لأكثر من 1,000,000 شجرة في الزراعات. اسمح لي أسمن التعاون الكبير اللي بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة التضامن والمحافظات وعلى رأسها الوادي الجديد في كل ما يتم من زراعات على أرضها. مصر بتتميز بالإنتاج للتمور
احنا نعتبر زي ما انت قلت كده الاول على مستوى العالم، احنا بننتج 1.8 مليون طن. محافظة الوادي الجديد يمكن رقم مؤثر في الانتاجية، بتحتل رأي نسبة 15% من انتاج على مستوى الجمهورية. وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس، يعني موضوع التمور والنخيل وصناعة التمور، ان في الدولة متجهة نحو تدعيم هذا النشاط. عمل متكامل في فترة حرجة بتمر بها البلاد اقتصاديا، بيتجلى امل قوي جدا وفرص واعدة في محافظة من اكبر المحافظات في مصر من ناحية السعة، وفي كثافة أقلها، وفي أرض خصبة، وفي إنتاج زراعي وحيواني واعد جدا. عقب ذلك توجه الوزراء والمحافظون والسفراء إلى أرض المهرجان لتفقد أجنحة المعرض التي شملت كافة مراحل صناعة التمور، بالإضافة إلى كافة الصناعات المرتبطة بالتمور. توجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نزرع 2.5 مليون نخله، بالاضافه ل 2.5 مليون نخله اللي موجودين عندنا بيبقى نوصل ل 5 مليون. طب احنا هننتج 5 مليون نخله. بدانا بالتعاون بامانه مع جائزه خليفه في دوله مصر الشقيقه ان احنا نعمل معارض تسويقيه في سيوه وفي اسوان، فقلنا نعمل معرض مصري خالص في الوادي الجديد. فكان توجيهات سيادة الرئيس تحت رعايه سيادته بالتعاون مع كل العارضين. نستفيد من هذه المعارض في التسويق والترويج والاستثمار، بيعود بالنفع على كل اهالينا، كل منتجي البلح، كل المصانع سواء التغليف او التعبئه، فكل طبعا ده حاجه يعني بتعود بالنفع العام. فاحنا سعداء وان شاء الله بنهني كل اهالينا في الوادي الجديد ويكون سنه طيبين في كل عيد قومي ليهم ان شاء الله. ويمتلك الوادي الجديد نحو 3 ملايين نخله، ومزمع زيادتها الى 5 ملايين خلال السنوات القادمه، كما ان المحافظه تنتج اكثر من 120,000 طن سنويا. إذن هي فرصة للقاء كافة القائمين على صناعة التمور والتواصل معهم بشكل مباشر من خلال عقد تلك الملتقيات والمهرجانات لتعظيم تلك الصناعة واستخدام أفضل السبل التكنولوجية الحديثة وعقد الصفقات ما بين المنتجين والمصنعين والمصدرين. من محافظة الوادي الجديد، أشرف مبارك، النيل. شكرا أشرف مبارك، كنت معنا من الوادي الجديد تحدثنا عن الملتقى المصري الثاني للتمور، والحقيقة أنه ملتقى شديد الأهمية. يجدد معه ترحيبي بضيفي الكريم أستاذ طارق الجهري، المنسق العام لمهرجان القاهرة الدولي للتمور. مرة تانية أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وكنا قبل متابعتنا للتقرير كنت سيادتك أشرت إلى مبادرة رؤية فخامة الرئيس، رؤية السيد الرئيس أيضا، وفكرة التركيز على مسألة التسويق، وإزاي أن إحنا عندنا صحيح إنتاج وفير انما التسويق ما زال محدود حتى الان. يعني ده كان سؤال الرئيس اللي فتح افاق كتير جدا. نعم. ليه ما بنصدرش؟ تصديرنا كان 3%. في نفس الوقت احنا ما كانش عندنا خطه تسويقيه واضحه. برضه احنا دلوقتي في حاجه استاذ طارق، يعني سياده الرئيس في سؤاله المباشر والواضح واللي فتح افاق كتيره مهمه اشار الى انه 3% بس هو حجم التسويق او التصدير، معنى كده انه باقي النسبه دي كلها، واحنا هنا بنتكلم في 97% تقريبا، مهدر او بيغطي السوق المحلي فقط. جزء منها كبير بيغطي السوق المحلي، وجزء برضه كبير جدا بيهدر. نعم. وده محتاج كلام تاني خالص، لان فخامه الرئيس ساعتها قال ركزوا يا جماعه وازرعوا لنا 2.5 مليون نخله من البرح والمجدول لان اصناف العالم طالبها. يعني لو تخيلنا مثلا حضرتك ان البلح او التمر المجدول بيتباع في لندن او في باريس، العلبه الصغيره بلاستيك فيها 3 بلحات ب2.5 يورو. يا نهار ابيض، ده مصدر دخل حقيقي مصدر ممكن يبقى مصدر حضرتك. يعني لو اتكلمنا مثلا يعني بعض الدول جنبنا تونس انتاجها ربع انتاجنا، لكنها تملك سياسه يعني تسويقيه جيده. ربع انتاجنا بينتجوا حوالي 400,000 طن. بيصدروا 450,000 طن، بيصدروا اكتر من انتاجهم. نعم. هم بياخدوا من الجزائر وبيصدروا. يعني مش متخيله حجم العمليه دي. المهم ذلك عن فكره المهرجانات والمعارض كخطوه اولى على طريق تنشيط التسويق للخارج. وفعلا بدات الثوره الزراعيه في زراعه النخيل اللي احنا بالاصناف المتميزه عشان نقدر نصدر للعالم الخارجي ويبقى عندنا قاعده. ما حدش باذن الله، ما فيش دوله في العالم هتحصل مصر في انتاج التمور تاني. لان حضرتك بنزرع 2.5 مليون نخله، معناها ايه؟ بطبيعه الزراعه النخله الواحده زي ما بيقولوا بتعمل فسايل، بتولد بتولد في السنه حوالي 5 فسايل. فاحنا هيبقى عندنا ثروه رهيبه جدا نقدر نزرع الصحراء كلها. ايضا من مزايا النخل انه ما بيحتاجش ميه كتير في الري،
واحنا عندنا مساحات واسعه جدا، مساحات واسعه جدا من الصحراء يعني ممكن نستغلها. مصر نسبيه مش موجوده باي دوله في العالم. مصر بتنتج جميع انواع التمور والبلح. يعني بلاد البلح هم دايما بيقولوا في ثلاث اصناف. انا عن نفسي يعني كراجل احتكيت بالمهنه بقول في اربع اصناف من البلح، تحت كل صنف في انواع. يعني في تمر جاف وده بينتج عندنا في جنوب البلاد في اسوان، وبالمناسبه مهرجان اسوان اللي جاي من 8 ل 10 اكتوبر اللي جاي ده الاسبوع الجاي ان شاء الله. ما كانش عندنا المهرجانات الكافيه، او المهرجانات اللي كانت عندنا في مصر انت حتى سمعنا سياده المحافظ دلوقتي بيقول لك المهرجان الثاني. يعني اتعمل السنه اللي فاتت والسنه دي. ما كانش عندنا المهرجانات اللي تقول للعالم احنا وصلنا لايه؟ انتاجنا شكله ايه؟ والهدف من المهرجان ايه؟ ان انا اظهر الوجه الحضاري للصناعه او للزراعه او للتقدم اللي حصل في هذه المهنه. اقول للعالم انا عندي ايه؟ ده هدف من ضمن الاهداف. الهدف الثاني ان انا اسوق المنتج عشان يقدر الفلاح او المزارع او المصنع ايا كان يشتغل ويكسب ويزود انتاجه ويطور انتاجه. اه بس هل تكفي، هل يعني يكفي فقط مساله المهرجانات لاحداث حاله من حالات الانتشار او التعريف العالم؟ اه المهرجانات جزء. المهرجانات جزء من الخطه التسويقيه. والنهارده بقول لك ما كانش عندنا ولا مهرجان في مصر. كان عندنا مهرجان واحد في سيوه بيتعمل سنويا. أيوة. لفتره من الفترات وتوقف. أيوة لانه كان بدعم خارجي من دوله الامارات العربيه الشقيقه. توقف لحد ما جت فكره عمل مهرجان القاهره الدولي للتمور اللي بتشرف ان انا المنسق العام بتاعه. اتعملت لاول مره في سنه 2020، كان المفروض تعمل 2019 واجل بسبب الكورونا. اتعمل 2020 ونجاح المهرجان والزخم اللي حصل فيه ادى الى احياء المهرجانات الاخرى. اصبح عندنا مهرجان الوادي الجديد الدورة التانية دي، مهرجان سيوة، مهرجان أسوان اللي هو الأسبوع الجاي إن شاء الله من 8 ل 10، مهرجان الواحات البحرية اللي بيقام في الواحات البحرية تحت رعاية سيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أستاذ محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، مهرجان القاهرة اللي هو هيبقى إن شاء الله في شيء، وده بقى يختلف. كل دول معنيين بالتمور. بالتمور بس. نعم. يختلف مهرجان القاهرة شوية عنهم انهم مهرجان تسويقي داخلي بالدرجة الأولى، انه بيقام قبل رمضان ب10 أيام. قبل رمضان دايما هو مرتبط بشهر رمضان. شهر رمضان. نعم. فده بيرتبط انه بيقدم للمستهلك المصري منتج عالي الجودة جدا وبسعر في متناول الجميع. دي فكرة، لكن بشكل عام أصبح في زخم من المهرجانات. أصبح عندنا سيوة والواحات والوادي الجديد ويعني كل منطقة بتتميز فيها، لكن أصبح ده المهرجان التسويقي. نعم. هذه الثورة اللي حصلت فتحت عيوننا على حاجات كتيرة جدا. أولا أنا بحيي الوادي الجديد على المهرجان اللي حصل ووجود سيادة مجموعة من الوزراء الحقيقة والمحافظين، هشام أمنة وزير الحكم وزير التنمية المحلية. نعم. والدكتور نيفيل الأباش وزير التضامن الاجتماعي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وكان مظهر هايل جدا. وكان برضه مناسبة العيد القومي لمطروح للوادي الجديد اللي هو يتناسب مع يوم وقت 3/10 وده يوم وصول أول قافلة من القوات المسلحة لتعمير وإنشاء محافظة الوادي الجديد يوم 3/10 سنة 59. نعم. فهم في يعني كانت مناسبة هايلة، اتعمل المهرجان واتفتح معاه مجموعة من المشروعات التنموية هناك. طيب احنا هنا بنقصد إيه أستاذ طارق بتصنيع التمور؟ تصنيع التمور. أنا كنت لسه بقول لحضرتك إيه، فتحت عيوننا على حاجات كتيرة جدا. التمر مش مجرد إن أنا بلحة باكلها وبرمي النوايا. لا. احنا عملنا فعلا ثورة زراعية. وزرعنا 2.5 بنزرع 2.5 مليون نخله جداد. نعم. لكن عندنا هدر كتير. الهدر ده ممكن نستفيد منه. شفنا ازاي بقى؟ اكتشفنا في اول مؤتمر علمي عملناه في مهرجان القاهره الدولي للتمور ان احنا ممكن تقوم هناك 40 صناعه على التمر. ايه نوعيه الصناعات دي؟ الصناعات كتيره جدا. نعم. اولا منها صناعات لو عملنا من التمر مربات. لو احنا اولا عشان بس نكون واقعيين، احنا بنهدر حوالي 300,000 طن ما بنستفادش منهم في حاجه. رقم ضخم قوي. رقم ضخم جدا. عندنا ممكن نصنع مربات. ممكن نعمل ال يعني اللي هي العجوه التمر مثلا. لا ممكن العجوه. ممكن التمر المحشي والمكسرات وكل صنف على حده. التمر المكسو والشوكولاته. والحاجات دي كلها ممكن تصدرها للخارج. ممكن استخراج الزيوت من التمر واستخراج الزيوت من نوى التمر. يعني لو احنا شفنا مثلا اخواننا اللي بيجي في مهرجان القاهره الدولي لما جم قدموا لنا بتاع حوالي 8 منتجات من نوى التمر بس. من النوى؟ من النوى فقط لا غير. بالنسبه لنا يعني غير قيمه خالص. نمره واحد زيت للشعر.
اتنين كريمات للبشره من دهون الدهن اللي في الطبق الموجود في الطبق في النوى اتعمل منه بخور، اتعمل منه قهوه مسحوق بني بيتعمل قهوه بطعم القهوه بالظبط مع ريحه التمر. الله. معمول منه كحل للعين من نوى التمر. حوالي 8 صناعات من النوى. مدهش الكلام ده. كل ده اكتشفت ممكن نعمل 40 صناعه من خلال احنا الطمر. طب احنا جاهزين بقى بالبنيه التحتيه، يعني جاهزين بمصانع، جاهزين بمعدات، جاهزين حتى بافكار. الصناعه اتطورت حاليا. يعني احنا ما كانش عندنا تصنيع اللي كان النوى، كان البلح بيطلع او التمر بيطلع وبيتباع بالك. النهارده اصبح عندنا في مصانع للتجهيز والتعبئه، احنا ما كانش عندنا تصدير، كان 3% بس. يا نهار لكن ارتفع التصدير في سنه واحده الى 5%، ده بفضل المهرجان اللي اتعملت. بفضل استخدام الاجانب، يعني مثلا في مهرجان القاهره كان موجود سفير اندونيسيا. اندونيسيا النهارده هي اكبر مستورد للتمر المصري. عظيم. عندنا ماليزيا بتستورد التمر المصري. ارتفعنا بقول لك في سنه واحده من 3% ل 5%، منتظر ان التصدير يصل الى 8% السنة دي إن شاء الله بعد انتهاء موسم رمضان اللي جاي. الدول الإسلامية بتحب التمر. نعم. وعلى فكرة مش التمر بس اللي ثروة في مصر، عندنا ثروات كتيرة جدا. هل تعلمي حضرتك إن مصر أكبر دولة في العالم منتجة زيتون المائدة؟ لا. هل تعلمي حضرتك إن مصر نعرف دايما إن الزيتون ده إسباني أو إنه إسبانيا هي الدولة الأولى يعني. لا، مصر دولة رقم واحد في العالم إنتاجا لزيتون المائدة. ايوه، ما هو اذا كنا احنا فعلا الدوله الاولى، ايه السر في ان احنا ما احناش عارفين نسوق ده؟ احنا اكبر دوله مصدره للزيتون المصنع اللي هو الزيتون المخلل. احنا اكبر دوله مصدره في العالم للموالح، البرتقال. البرتقال، نعم نعم. وعلى قائمه الصادرات المصريه. احنا كدوله برضو مصر الدوله الوحيده في العالم المنتجه لمجموعه من الجبن، 4 جبن ما حدش بينتجها غيرنا في العالم، والعالم بيطلبها باستمرار. زي الجبنة الرومي، الجبنة القديمة اللي هي المش يعني، الجبنة الدمياطي، الجبنة القريش، منتجات مصرية في حاجة إلى التسويق. محدش بينتجها في العالم غيرنا وما بيعرفوش ينتجوها. ده راجع لنوعية اللبن المصري، نوعية المرعى المصري. فدي عندنا ثروات خفية كتير جدا ممكن نستثمرها، يأتي على رأسها التمر. لو قلت لحضرتك حاجة معلومة مهمة جدا، انت قلت اسبانيا، ده فيما يخص اسبانيا الزيتون يعني. الزيتون فقط لا غير. واسبانيا ليست الدولة رقم واحد في العالم في انتاج الزيتون. زيتون المائده تحديدا. مصر دوله رقم واحد. دخل اسبانيا من الزيتون فقط يعادل دخل السعوديه من البترول. لا لا لا، يعني دي احصاءات يا استاذ. دي احصائيات رسميه دوليه موجوده. دخل اسبانيا من الزيتون يعادل دخل السعوديه ان لم يتفوق. في البترول؟ من البترول. من البترول. ده معنى كده ان احنا عندنا ثروه. عندنا ثروه حقيقيه يعني. احنا اكبر دوله في العالم مصدره للزيتون المخلل. الزيتون المخلل المصري بيوصل للارجنتين والبرازيل وبيرو. التمر المصري بيوصل لماليزيا واندونيسيا والمغرب، والمغرب من الدول المنتجه للتمر. لو قلنا ان المجدول اللي هو اشهر واحلى بلح في العالم اصله المغرب، بس احنا بدانا نزرع. احنا بدانا فعلا وماشيين بخطى حساسه جدا في هذا المجال. اعتقد ان احنا هنبقى في مجال التمور تحديدا يعني وخلال السنوات اللي جايه مش الدوله رقم واحد في العالم، لا، ان ما حدش هيقدر يحصلنا في هذا المجال. احنا فعلا محتاجين ثوره صناعيه، يبقى عندنا مصانع. ما قلتش حضرتك كمان ان احنا ممكن من التمر نعمل منه اسمده عضويه. التمر التالف بدل ما بيترمي يتعمل اسمده عضويه لتخصيب الارض. ممكن استخراج من التمر نفسه خل، استخراج منه سبيرتو. انا الحقيقه دبس التمر. دبس التمر يعني دبس الناس عارفاه. بس بينتج بكميات قليله لتتناسب مع حجم الانتاج المصري. احنا محتاجين زي ما بيقولوا تطوير الفكر الصناعي في مصر، بحيث ان يبقى في كمان، محتاجين يبقى في برضه تطور في الثقافات المصريه في الاستهلاك. مظبوط. احنا المفروض التمر كل يوم في البيت. لا، احنا يعني ما عندناش الثقافه دي. للاسف التمر ما تفتكروش غير في رمضان. صحيح. ما تفتكروش غير في رمضان، لكن المفروض التمر كل يوم في البيت. وجبه غذائيه متكامله، يعني 3 تمرات في اليوم، ودي يمكن حتى في الاحاديث النبويه وفي التراث الديني في اي دين من الديانات السماويه. صحيح. التمر غذاء متكامل. طيب احنا مش عيب ابدا ان احنا نبص على التجارب الناجحه يعني حوالينا في الدول اللي ليها في نفس المجال، وهنا سيادتك اشرت في حديثك الى الامارات بدايه ثم الى تونس.
كاتنين دول وليبيا. وليبيا يعني ليبيا في تصنيع من نوع التمر. ها. دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. هنا دول احنا امام ثلاث تجارب ناجحه للغايه اثبتت جودتها واثبتت تفوقها في مساله تصدير التمور. ليه ما نطلعش على التجارب دي نقتدي بيها او حتى يكون لنا تجربتنا الخاصه مستفيدين من تجارب الاخرين؟ ده حصل فعلا. يعني ايه سر تميزهم؟ لا ده حصل فعلا. وفي مهرجان الواحات الاول السنه اللي فاتت اللي اقيم في شهر 11 في الواحات البحريه تحت رعايه محافظ الجيزه. نعم. وبرعايه كريمه من فخامه الرئيس. الرئيس على فكره فخامه الرئيس لما بيرعى حاجه الكل يعني الكل بيهتم لان بيبقى عنده رؤيه صاخبه جدا في هذا المجال. حضر اخواننا من تونس وشرحوا تجربتهم في التصدير. نعم. وعلى فكره التوانسه يعني برضه ليهم هنا في مصر مزارع وبياخدوا مننا من منتج من هنا من مصر وبيتم تصديره عن طريقهم. وفعلا مصر شهدت تطور رهيب جدا في السنه اللي فاتت في السنتين اللي فاتوا دول في صناعه التعبئه والتغليف واعداد التمر المصري للتصدير. نعم. في حصل فعلا. حضر نائب رئيس الاتحاد العربي للتمور السيد محسن ابو جبل شرح التجربه التونسيه في التصدير. حضر من الامارات الشيخ احمد سودين وشرح برضو التجربه الاماراتيه في التصنيع ولفت نظرنا احنا ممكن يطلع 40 صناعه على التمر. احنا بدأنا في خط التصنيع يعني احنا بدأنا بالفعل في الزراعة. بدأنا في الزراعة عملنا فيها طفرة رهيبة. نخلة. لكن في التصنيع؟ في التصنيع بنمشي بخطى محسوبة لكن في خطوات تمت فعلا. يعني بأصبح عندنا صناعة تعبئة وتغليف على مستوى عالي. وده أول خطوة إن أنا أصدر. أنا كان يهمنا طبعا يبقى عندنا فكر تسويقي مختلف. إن أنا أخاطب كل مجتمع أنت عايز إيه من المنتج بتاعي؟ إيه المنتج اللي أنت عايزه؟ وعايزه شكله إيه؟ وعايزه معبأ ازاي؟ يعني حتى اسلوب التعبئه والتغليف شكل التغليف بيختلف كمان. من بلد لبلد يعني. انا ممكن اسم المنتج نفسه ده جزء من التسويق. انا ممكن اسمي المنتج في بلد معينه الاسم يكون مش حلو عند البلد دي بلغتهم. لكن بلغتي انا اسم حلو. احنا قبل مبادره السيد الرئيس بزراعه 2.5 مليون نخله وكذلك الاتجاه الى تصنيع التمور، عملية الزراعة وعملية التصنيع وعملية التسويق في مجال التمور تحديدا نقدر نقول انها كانت بتقوم بمجهود ذاتي؟ يعني فقط المحافظات اللي فيها زراعة تمور واللي فيها اشخاص قائمين على المسألة بعلاقتهم بمعارفهم هم اللي قايمين على مسألة التسويق؟ هي كانت قايمة على جهود فردية كل واحد ومزرعته. لكن بعد المبادرة دي وبرضه للمرة الثانية بحيي الست اللي هو الزمالوط محافظ الوادي الجديد انه حط فكر مختلف تماما انه وحد الجهود بقى وحد يعني مش حضرتك عندك مزرعه وانا عندي مزرعه لا تتحد هذه الجهود تتكامل وحد الجهود وفتح المجال للشركات تتملك مساحات شاسعه باقل تكلفه المهم الجديه في الانتاج يعني هو حط الجديه في الانتاج رقم واحد وده فكر دوله مش فكر المحافظه المحافظ بينفذ فكر الدوله ده فكر الدوله ان انا افتح مجال الاستثمار والاستثمار ده معناه ايه؟ اتاحه فرص عمل كتير جدا وعندنا ثروات كتيره جدا يا جماعه مش التمر بس صحيح زي مثلا الزيتون العسل المصري على فكره برضه هقول لك على معلومه ثانيه مصر الدوله رقم واحد تصديرا للنحل الحي رائع النحل الحي مش العسل رائع وعندنا بالمناسبه في مهرجان للعسل المصري 24/11 اللي جاي 24/11 نوفمبر اللي جاي مهرجان للعسل المصري الدوره الخامسه ليه لا عندنا ثروات كتير بس يعني فكره التسويق هي البطل التسويق في المسألة. اهم حاجه لازم نحط ايدنا على هذا المجال وندرس السوق العالمي او السوق الخارجي محتاج ايه وزي ما قلت لحضرتك انا ممكن اسم منتج يخلي الناس ما تقبلش عليه لانه ليه معنى معين في الدوله الثانيه لكن ليه معنى حلو في الدوله هنا في لون معين بيتفق معاه يعني لما نبص مثلا اخواننا في اندونيسيا بيحبوا اللون المزركشه كتير حتى في لبسهم فلما بعمل العبوه سهل اعمل لهم علبه لطيفه تتسوق كويس في ناس ثانيه لا تحب يعني وزي ما بيقولوا لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع صحيح صحيح شرفتنا يا استاذ طارق شكرا جزيلا على وقتك شرفتني انا اللي اتشرفت بحضرتك واتشرفت بمشاهدي قناه النيل الاخبار وان شاء الله مصر في تقدم ومن تقدم لتقدم وزي ما قلت لحضرتك زي ما احنا عملنا ثوره في الزراعه ان شاء الله يبقى عندنا ثوره صناعيه في مجالات
التمور وغيرها. نعم استاذ طارق الجوهري المنسق العام لمهرجان القاهرة الدولي للتمور كان معنا في الحديث عن الملتقى المصري الثاني للتمور الذي اختتمت فعالياته بالأمس في محافظة الوادي الجديد برعاية مجموعة من الوزراء وكذلك مشاركة بعض المحافظين، تجربة مهمة ولابد دعمها ودعم مزيد من الموارد الطبيعية في مصر. بعد الفاصل تأتيكم منى الشايب بموجز لأهم أخبار الاقتصاد.